نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. النهاردة في نشاط للرياح على كافة المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار الجو النهارده ايه، وايه قصه الرطوبه المرتفعه دي، هتستمر معانا لغايه امتى؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي ده مع كتل هوائيه حاره بتمر على البحر المتوسط، فبتتحمل كميات كبيره من بخار الميه، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه. ارتفاع نسب الرطوبة في الجو هو اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، رغم ان درجات الحرارة المقاسة في الظل حول المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة اليوم متوقع ان هي تكون 35 درجة مئوية، لكن وجود نسب رطوبة هنحسها لو تكون 37 و38 درجة مئوية. فأجواء فترة النهار كمان فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، ده بيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ويساعد على التسخين أكثر خلال فترات النهار. فبالتالي الطقس فترة النهار بيكون حر رطب على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، طقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر، الأوقات دي الطقس فيها بيكون معتدل تماما في أغلب محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان وجود نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات هيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم إحساسنا الكبير بنسب الرطوبة فترات المساء وساعات الليل. لكن احنا كمان متوقع من غدا الخميس ان شاء الله يكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره، يحصل موجه ارتفاع في درجات الحراره تبدا معانا يوم الخميس وتستمر معانا حتى منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. هيكون كمان معاها ارتفاع في نسب الرطوبه، فهنحس ان في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره، وهيكون متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 36 ل 38 درجه مئويه، فدرجات الحراره ترتفع عن المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. فبالتالي مهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا، من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر. الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مهم جدا بقدر الامكان لازم وانا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم كمان بقدر الامكان نوعيه الملابس تكون ملابس فاتحه تكون ملابس قطنيه، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، بالاضافه كمان نكون موجودين في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. طب دكتوره منار، في الفتره اللي فاتت او تحديدا في الثلاث ايام اللي فاتوا كان في تحذيرات بالنسبه للناس اللي بتصيف دلوقتي او المتواجدين في السواحل خاصه الساحل الشمالي، ان كان في ارتفاع للامواج وكان في تحذيرات كمان من نزول البحر، وكان الجو شويه بالليل بيبقى فيه نشاط للرياح زي ما حضرتك قلتي مائل للبروده. هل ده انتهى النهارده ولا لسه مكمل معانا؟ لا، هو بالفعل انتهى من امس، لان احنا خلال بدايه هذا الاسبوع كان في بالفعل ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط وتم اغلاق بعض الشواطئ، لكن احنا من امس بدات تهدا سرعات الرياح، بدات تنخفض الامواج، واليوم وحتى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله البحرين الاحمر والمتوسط هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع الامواج لا يتجاوز ال 2 متر في البحرين، فنقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط وايضا شواطئ البحر الاحمر. طب وبالنسبه للجو بالليل؟ لا، هو الجو بالليل لفترة الساعات الأولى من الليل بيبقى لسه فيها نسب رطوبة في الجو، لكن مع ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر الأجواء معتدلة، الأجواء مستقرة تماما، نقدر نستمتع بالأجواء، حتى هنلاحظ بعض النشاط نسبي للرياح كده مع ساعات الليل المتأخر يحسسنا بنسمة هواء لطيفة في الفترات المتأخرة من الليل فترة الصباح الباكر. فأجواء فترة الليل مستقرة تماما، نقدر نستمتع بالأجواء فترات الليل. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
بص كده على القاهرة هنلاقي درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 36 24، في الإسكندرية 32 23، والعلمين الجديدة 31 23. بما إن إحنا بنتكلم طبعا على مهرجان العلمين، الأجواء هناك جميلة جدا. مطروح 29 24، ودمياط 33 24، بورسعيد 33 24، والإسماعيلية 36 23. في السويس العظمى 35 والصغرى 23، وفي العريش 34 24، في كاترين 34 17، وفي طابة 36 25، حلايب 35 28، وشلاتين 36 الصغرى 26، شرم الشيخ 39 29، نفس درجة الحرارة في الغردقة العظمى 39 والصغرى 29. نروح للفيوم هنلاقي درجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 25، وفي بني سويف 36 25، الوادي الجديد 41 26، وأسيوط 38 24، سوهاج 39 25، وقنا 40 27، الأقصر 41 28، وأسوان العظمى فيها 42 والصغرى 29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية دلوقتي لباسنت وعبد الصمد، ونتابع باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار. شكرا.